أبنائي وأحبابي تلاميذ الصف الأول الابتداء بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الجزء الثاني من الدرس الرابع من دروس الوحدة العاشرة، جمع العشرات والآحاد باستعمال النماذج. الهدف من درسنا اليوم يا أبنائي هو أن نستعمل النماذج أو الرسوم لحل مسائل جمع العشرات والآحاد بسهولة. هيا بنا يا أبنائي نتذكر ما درسناه بالأمس، وقد عرفنا قوالب القيمة المنزلية للآحاد والعشرات. انظروا، من يتذكر هذا النموذج؟ ماذا يمثل هذا النموذج يا أبنائي؟ الآحاد أم العشرات؟ نعم، إنه يمثل العشرات، أحسنتم. وهذا النموذج الصغير، هذا المكعب، ماذا يمثل يا أبنائي؟ الآحاد أم العشرات؟ نعم، إنه يمثل الآحاد، بارك الله فيكم. هيا بنا نراجع سريعا ما درسناه بالأمس قبل أن نبدأ في درس اليوم. نقرأ السؤال: كيف يمكنني استعمال نماذج الآحاد والعشرات لإيجاد مجموع العددين 35 زائد 3؟ 35 زائد 3 يمكننا ذلك يا أبنائي باستعمال قوالب القيمة المنزلية. يمكننا ذلك يا أبنائي باستعمال قوالب القيمة المنزلية. انظروا، العدد الأول 35، كم رسمنا من القطع التي تمثل العشرات؟ ثلاث أعمدة طويلة هذه. وكم الآحاد؟ خمسة، رسمنا خمس مكعبات، فيكون العدد كما ترون هو 35 زائد العدد ثلاثة الآخر المضاف. كم نرسم يا أبنائي؟ هل يوجد لدينا هنا عشرات؟ لا يوجد عشرات، وإنما هذه الثلاثة تمثل ثلاثة فقط من الآحاد كما ترون. إذن يا أبنائي 35 زائد 3 تساوي كم؟ لو جمعنا الآحاد بمفردها 5 و3 التي على اليمين يا أبنائي باللون الأحمر. 5 زائد 3 تساوي كم يا أبنائي؟ بالتأكيد تساوي 8، والعشرات كما هي 3 يبقى يساوي 38. نعم، النشاط الثاني يا أبنائي ممارسة الرياضيات وحل المسائل. أكتب جملة عددية لحل المسألة أدناه، أستعمل قوالب القيمة المنزلية. أستعمل قوالب القيمة المنزلية. نستخدم يا أبنائي أعمدة للعشرات ومكعبات صغيرة للآحاد، ولا ننسى هذا. في العدد الأول أقرأ عليكم المسألة: لدى جمال 23 عملة معدنية في حصالته، الحصالة التي يدخر فيها القطع المعدنية نصف ريال ربع ريال. أعطاه والده 4 عملات معدنية أخرى. جمال كان عنده 23 قطعة
وأعطاه أبوه 4 قطع. كم عملة معدنية أصبحت لدى جمال الآن يا أبنائي؟ كم عملة معدنية أصبحت لدى جمال الآن؟ طيب هيا بنا نمثل العدد 23. العدد 23 الذي كان مع جمال، كم عدد العشرات يا أولادي؟ 2، والآحاد 3. انظروا، 23، 2 عشرات، وبجوارها 3 آحاد. لو أضفنا إليها زائد العدد 4، 4 قطع. الأربعة هذه آحاد أم عشرات؟ إنها فقط يا أبنائي آحاد. نرسم كم مكعب يا أبنائي؟ 4. إذن يا أبنائي 23 زائد 4 تساوي كم؟ أولا نجمع الآحاد باللون الأسود هنا، 3 زائد 4، عدوا كده الآحاد، 3 في العدد الأول و4 في العدد الثاني. 4 زائد 3 كم يا أبنائي؟ إنها 7. والعشرات 2 كما هي، إذن 23 زائد 4 تساوي كم يا أبنائي؟ تساوي 27. أحسنتم يا أبنائي، بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم، الواجب اليوم يا أبنائي نحل المسألتين 3 و4 بكتاب الكتاب الذي لديكم، صفحة 216. ختاما يا أبنائي أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرفع عنا جميعا البلاء وعن بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.